كابتن حسن، ايه المطلوب بقى؟ يعني لو الزمالك عايز، احنا بنتكلم في موسم لسه طويل، لو الزمالك عايز يعدل من وضعه محتاج ايه؟ هي اللعيبه اللي هتعمل كل حاجه في الاخر. ومدرب انت المدير الفني ما احنا نقعد، المدير الفني هيقعد يقول لهم هنلعب كذا، هنعمل كذا، هيمرنهم على الكور الثابته، هيمرنهم يعمل تكتيك. هو في الاخر انت كل 3 4 ايام ماتش، فمش هتقدر تعمل، انت بتعمل استشفاء تحفظ، بتيجي تروح يوم المعسكر وبتروح الماتش، فمش هتقدر تعمل حاجه. هيفضل يتكلم المدير الفني، هيفضل يقول يا جماعه لازم نشد حيلنا، لازم كذا. مين اللي هينفذ له كل اللي هو دوت؟ اللعيبه. فاللعيبه في الاخر هي اللي هتعمل، هي اللي هترجع نفسها، هترجع على الطريق السليم. انا في الاخر انا كمدير فني، انا الحمد لله واحد بقاله 9 سنين شغال. فانت بتيجي تقول لعيب 1 2 3 4 وممكن ما ينزلش يعمل لك كل دوت، في الاخر حاله اللعيب، اللعيب هو اللي هيعمل كل حاجه، هو اللي هيرجع نفسه، هو اللي هياخد. لعيبه نادي الزمالك ما بتاخدش كره مشتركه، لعيبه الزمالك ما فيش جري كتير، لعيبه الزمالك ما عندهاش شراسه، لعيبه الزمالك ما عندهاش الاراده للمكسب. كل دوت ده كل ده في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وهم اللي كانوا من السنه اللي فاتت بيكسبوا، هم بس دخل عليهم عنصرين ثلاثه. مفهوم ان شيكابالا عشان العمر والامور البدنيه ما بيبداش مباريات نادي الزمالك، بس الزمالك برضه ما عندوش اللاعب اللي هو عنده ابتكار المهاره. هل الزمالك محتاج ان شيكابالا يبدا، ولا شيكابالا مهم ينزل الشوط الثاني بس؟ والله بص، هي في الاخر يعني انا من وجهه نظري ينزل الشوط الثاني. بس في لعيبه لازم تعرف، اللعيبه نادي الزمالك كلها، مش هقول لعيبه يعني عشان برضه ايه. عايز اكلمكم في نقطه، هو ايه الفرق بين الشوط الاولاني والشوط الثاني؟ لا ما يوش، انا اقصد انه ما يبداش الاولاني اخرها. لا لا احنا بنتكلم، هقول انا وجهه نظري، هقولها يعني. الشوط الاولاني عبد الله مدرب بقى في سكتك، انا مش هتكلم، انا قول انت. الشوط الاولاني بتبقى اللعيبه كلها فريش، زي فريش، وكلهم بيبقوا مركزين وبيجروا اكتر. فممكن شيكابالا في الشوط الثاني بيبقى اللعيبه بتبقى مثلا اجهدت شويه، تركيزها بيبقى اقل. طب انت تقيس على قيس الكلام ده برضو على لعيبه نادي الزمالك. طب ما هو بدايه الشوط يبقوا فريش وبدنيا احسن، هيساعدوا الراجل، كميات الجري اعلى، وبيبقى الحافز اعلى. صح، بس الالتحامات النقطه احنا للاسف احنا بناخدها بمستوى العمر. اصل فلان الفلاني بقى حاجه و30، بس ده بيحصل في العالم كله برضه. لا مش في العالم كله، لا انا هقول لك على حاجه. النهارده الريال بيلعب اثنين مودريتش، من اعظم لعيبه الكره في العالم، مودريتش وكروس. كام سنه الاثنين؟ 1.38 صح، 1.37 مودريتش، وتوني كروس 35. ماشي في 38. لا دخل 35، توني كروس دخل 35، وبتتكلم في 37 مودريتش. واحد لعب 120 دقيقة ولسه كان لعب مباراة في الدوري. احنا بنقيس الكلام ده ازاي؟ بنقيسه ازاي؟ يعني مش موضوع ان انت اصل انت عديت ال 30. انت لسه من خمس دقايق عبد الله قايل ان احنا لو ما سيطرناش على اللعيبة، اي لعيب مسافر اي سفريه ممكن الامور تهرب منها. هل اللعيبه دي هل اللعيبه دي بس؟ طب خلاص خلينا في نفس الجمله، خلينا في نفس الجمله. دي. هل انت مع فكره ان شيكابالا يبدا ويكمل المباراه كلها؟ ليه؟ ادام قادر يبدا. ادام انا ما يبقاش عندي لعيبه عنده حل بالظبط، واثنين وثلاثه ويقدر يخلص لي جيم في اي وقت، وما بداش بيه. ادام قادر يبدا، مش قادر خلاص دي حاجه ترجع لك. وانا قلت لك برضو احنا بنتكلم الكلام ده واحنا قاعدين على كراسي. هو اكتر واحد المدرب ادرى، يعني هو اللي شاف لعيبته، هو اللي عايش معاهم، هو اللي كل واحد عارف هو بيعمل ايه وبيساوي ايه. دي مش بتاعت انا ولا بتاعتك ولا بتاع حسن، هو اللي عايش معاه. انما انا بقول لك ادام قادر طب يلعب ويشارك، يلعب. يا اما خلاص مش قادر يبقى لا نشوف حد تاني ويجي ياخد مكانه. ادام بقى هي بكميات الجري وبالالتحامات وبالاشتراكات. لا، هي الكره مش كده، الكره بالدماغ. انا مطلوب ونفس يعني وبدل وضع طبيعي. وفي كرة بدون جري بالظبط، في كرة بدون جري بس وضع طبيعي. في لعيبه كل واحد ربنا مديله ميزه. صح، يعني دونجا مختلف عن مين؟ عن شيكابالا. هو دونجا يعرف يعمل شيكابالا بيعمله؟ لا. طب شيكابالا يعرف اللي بيعمله دونجا؟ لا طبعا. خلاص، يبقى ده مطلوب وده مطلوب. النوعيه دي مطلوبه والنوعيه دي مطلوبه، لان اللي في المجمل في الاخر الاثنين بيخدموا على بعض. صحيح. ده بيعرف يقطع والتحامات قويه، بيعرف يدافع بشكل كويس، وده بيعرف يعدي، يعرف يعمل اسيست كويس، يعرف يجيب جون.